السلام عليكم متابعي قناة هل تعلم؟ ما الذي نعرفه عن كوريا الشمالية؟ سؤال يراود كل متابع أو صحفي أو مثقف حين يبحث عن أي معلومة عن هذا البلد. كل ما يقوله الإعلام عن كوريا الشمالية أنه بلد منغلق عن نفسه وجاهز لمهاجمة كل من ينتقد مبادئ الدولة. ودائما ما تتداول وكالات الأنباء أنباء مثيرة تأتي من كوريا الشمالية، لكن هل كلها صحيحة؟ دعونا نكتشف جميعا 10 حقائق مذهلة عن كوريا الشمالية. أولا، الحريش. عام 2012 عثر علماء كوريون على مستحثة لوحيد قرن غريب، وقد أعلنوا أن هذا الحريش كان مملوكا للملك الكوري السابق الملك تونغ لي يونغ، مؤسس لمملكة مساحتها تشمل الكوريتين وبعض أنحاء الصين في القرن الثاني قبل الميلاد. ولوضع بعض الشرعية على هذا الاكتشاف، يقوم مهندسو البروباغندا الإعلامية للرئيس الحالي لكوريا الشمالية كيم جونغ أون بتصويره في العديد من المنشورات وهو يمتطي حريشا. ورغم كل التكذيب الإعلامي الغربي لهذا الاكتشاف، يتمسك الكوريون باكتشافهم ويرفضون أي اعتراض خارجي له. ثانيا، الماريخوانا القانونية. يمكن أن يكون هذا غريبا على مجتمعاتنا، لكن في كوريا الشمالية لا يوجد أي قانون يمنع تدخين الحشيش، وقد أفاد العديد من زوار كوريا الشمالية أن القنب الهندي يزرع في المنازل ومن السهل إيجاده في المتاجر وتدخينه في الشارع العام. فالقانون في كوريا الشمالية يعتبر الماريخوانا نبتة عادية، لكن كل المخدرات الأخرى ممنوعة ويمكن أن تصل عقوبة تصنيعها أو استهلاكها إلى الإعدام. ثالثا، طربي إلى الشمس. تقوم مؤخرا كوريا الشمالية بالتسويق لمشروع تقول إنه سيحدث ثورة علمية، وهو إرسال بعثة كورية إلى الشمس. هل تصدقون ذلك؟ يسوقون أيضا اسم شاب يبلغ من العمر 17 عاما واسمه يونغ إليونغ، والذي سيقود البعثة المزعومة. لكن الغريب والذي جعل كل علماء وعوام الأرض يضحكون ويستهزئون من الخبر هو أنه من المقدر أن يصل ليلا إلى الشمس. كيف يمكن أن يكون هناك ليل في الشمس؟ في الحقيقة كل ما قيل حول هذه المعلومة كان كاذبا، فكوريا لم تقل شيئا عن ذلك، ولا أحد في كوريا قرر الذهاب وقيادة بعثة إلى القمر، وكل ما تقوله كوريا الشمالية عن هذا الخبر إنه غير صحيح وتم تسويقه من جهات معينة بغرض التقليل من القوة الحربية لكوريا الشمالية. خامسا، السفينة الحربية. كوريا الشمالية هي الدولة الوحيدة التي استطاعت قرصنة سفينة أمريكية، وذلك حدث عام 1968، وقد قامت كوريا الشمالية بضيافة طاقم السفينة بطريقة جيدة رغم إعلانها أنهم رهائن. بعد عام من ذلك وافقت كوريا الشمالية بعد سلسلة مفاوضات بتسليم الرهائن والسفينة للولايات المتحدة، وقد صرحوا أنهم عوملوا معاملة الضيوف وليس معاملة السجناء. سادسا، كوريا الشمالية ليست اشتراكية. تمت الموافقة عام 2009 على دستور جديد للجمهورية، والذي اختفت منه عبارة الاشتراكية واستبداله بعبارة جو تشو، ويفيد هذا المصطلح الجديد إلى أن كل الكوريين هم بناة العالم الجديد. بلادهم جو تشو تعني بالعربية الاعتماد على الذات. في الحقيقة بعد انهيار الاتحاد السوفيتي باتت كوريا الشمالية معتمدة بشكل كلي على نفسها، حيث لم تقم أي علاقات دولية اقتصادية مع أي أحد، وهذا ما يجعل المصطلح الجديد مناسبا لكوريا الشمالية. سابعا، العام 104. التقويم الزمني لكوريا الشمالية هذا العام هو 104، حيث صمم الكوريون تقويما خاصا بهم يبدأ في 15 من شهر أبريل عام 1912، وهو عيد ميلاد الزعيم الأول لكوريا الشمالية كيم إيل سونج، والآن قد مر على ذلك 104 سنوات. ثامنا، الملعب الأكبر في العالم. يوجد في كوريا الشمالية أكبر ملعب كرة قدم في العالم، حيث تبلغ طاقته الاستيعابية 250 ألف شخص، وقد تم بناؤه عام 1999، ويضم بضع مباريات الفريق الوطني كما يضم الاحتفالات السنوية الكورية الشمالية. تاسعا، كوريا الشمالية بطلة كأس العالم. عام 2014 قامت كل القنوات الكورية بإعلان كوريا الشمالية بطلة لكأس العالم 2014 التي أقيمت بالبرازيل، وقيل إنهم قد فازوا على اليابان والصين والولايات المتحدة في دور المجموعات بنتائج ثقيلة، وفي دور الثمن فازوا على البرتغال 7-0، وفي الربع فازوا على ألمانيا 2-1، وفي النصف النهائي فازوا على كوريا الجنوبية 3-0، أما في النهائي ففازوا على البرازيل 8-1. في الحقيقة هذا الخبر الذي انتشر بهذا الشكل لم تعلنه القنوات الكورية، بل كان من أحد البرامج الساخرة التي زعمت أن كوريا قامت بذلك، وهذا ما جعل العديد من الناس يسخرون من الشعب الكوري الشمالي. عاشرا وأخيرا، الترتيب.
يخضع الشعب الكوري لنظام تدرج من 51 درجة، وتختلف الدرجات حسب العمل والعلاقات العامة، وكل درجة تؤثر على صاحبها من حيث المراكز والمهن التي يمتهنها والدخل والعيش الكريم. إن أعجبك هذا الفيديو من قناتنا هل تعلم، فلا تنسى الإعجاب والاشتراك. جميع الحقوق محفوظة لدى قناة هل تعلم.